بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. سنرى بعض العبارات ضمن حوار بين أم وابنها. إذن لا مير الأم. بونجور. كومون سيت ليكول؟ كومون سيت ليكول؟ بونجور يا أم سعيد. كومون سيت ليكول؟ يعني كيف كانت المدرسة؟ كيف أمضيت الوقت بالمدرسة؟ كومون سيت ليكول؟ يعني كيف كانت المدرسة؟ طبعا ممكن أن هذه العبارة تأتي بمعاني أخرى. إذا نقول مثلا كومون سيت ليكول أجودوي؟ يعني كيف هو حال المدرسة اليوم؟ إذا ممكن أن هذا يكون موضوع نتحدث فيه عن تطورات المدرسة في وقتنا الحالي. أيضا ممكن أننا نطرح نفس السؤال ويكون له بطبيعة الحال نفس المعنى الآخر. نقول مثلا كومون سيت ليكول دوتر فوا؟ يعني كيف كانت المدرسة في الماضي؟ كيف كانت المدرسة منذ زمان؟ يعني منذ وقت مضى. نكمل الحوار. بونجور كومون سيت ليكول؟ يوم سعيد. كيف كانت المدرسة؟ ممكن أننا نطرح السؤال بشكل آخر. نقول مثلا كومون سي باسي تا جورني؟ كومون سي باسي تا جورني؟ يعني كيف مضى؟ كيف مضى يومك؟ طبعا الحال في باسي هي مضى أو مرة. إذا كومون سي باسي تا جورني؟ كيف مرة يومك؟ إذا طبعا الحال ابن يقول لونفو يعني الطفل سالي سيتي كوم دابيتود. سالي سيتي كوم دابيتود، هنا التحية ثم سيتي كوم دابيتود، يعني أنه كان كالعادة، يعني أن اليوم بالمدرسة مرة كباقي الأيام التي أمضيتها. إذن سيتي كوم دابيتود، لابيتود هي العادة. سالي سيتي كوم دابيتود. ثم عندنا تي ريوسيتون لانتيروغاسيون إستوار، أنت أنجحت امتحانك في التاريخ. يعني هل كان الامتحان سهلا في التاريخ؟ إذا تي ريوسي طبعا الحال فيرب ريوسي هي نجح. تي ريوسي أنت أنجحت. طون انتيروغاسيون طبعا الحال كأننا نقول استفهامك. طبعا الحال نتكلم مثلا على لو بوا دانتيروغاسيون، يعني نقطة استفهام. إذا تي ريوسي طون انتيروغاسيون اون استوار، هل أنت أنجحت اختبارك في التاريخ؟ طبعا الحال الاستوار هو التاريخ، ونقصد بأحيانا القصة. تي ريوسي طون انتيروغاسيون استوار؟ وي سيتي فاسيل. Mais j'ai douté sur une réponse. C'était facile. نعم كان سهلا. Mais ولكن j'ai douté. طبعا الحال غير douté هي شك. J'ai douté sur une réponse. أنا شككت. كأننا نقول بأنني شككت على جواب. يعني أنني أجبت جوابا أشك فيه. هل هو صحيح أم لا؟ Oui, c'était facile. Mais j'ai douté sur une réponse. ولكن أنا شككت في جواب. Tu as beaucoup de devoirs. أنت عندك واجبات كثيرة. Tu as beaucoup de devoirs. Non, je n'ai qu'un exercice d'anglais. لا أنا ما عندي إلا تمرين واحد للإنجليزية. Non, je n'ai qu'un exercice d'anglais. لا أنا عندي فقط تمرين واحد للإنجليزية. ممكن أننا نطرح أسئلة أخرى. نقول مثلا quel est le plus beau moment de ta journée à l'école. Quel est le plus beau moment de ta journée? ما هي أحسن لحظة في يومك؟ Quel est le plus beau moment de ta journée à l'école? ما هي أحسن لحظة في يومك بالمدرسة؟ Quel est le plus beau moment de ta journée à l'école? ما هي أحسن لحظات يومك بمعنى آخر à l'école بالمدرسة؟ أو نسأل مثلا Qu'est-ce qui t'est arrivé de pire? ماذا حصل لك من الأسوأ؟ Qu'est-ce qui t'est arrivé de pire? ماذا حصل لك من الأسوأ؟ يعني أشنو اللي سيء وقع لك في اليوم ديالك؟ هذا هو المقصود. إذا qu'est-ce qui t'est arrivé de pire? Ou bien raconte-moi un truc étrange ou drôle que tu as appris. Raconte-moi. يعني احكي لي. C'est le verbe raconter. هو فعل هكا. Un truc المقصود به هي مهارة أو وسيلة أو خدعة، ولكن غالبا نقصد به شيء. احكي لي شيئا. راكونت مون تريك اترونج، يعني احكي لي شيئا غريبا او دغول او مسليا. كو تي ابري، الذي انت تعلمت. طبعا الحال كو تي ابري هذا الفيرب ابخوندر. اذا راكونت مون تريك اترونج او دغول كو تي ابري، انت تعلمته. في سومبلون، سومبلون يعني ظاهر بمعنى اخر.
يعني شي حاجه باهره لينا، ولكن في العمق ديالها ممكن ان تكون خلاف ذلك. تنتكلم على سومبلون يعني شي حاجه ظاهره، طبعا حتى نتكلم على سومبلون كاسم. لو سومبلون يعني الظاهر، الظاهر ديال الشيء. تنتكلم مثلا على المظاهر بعد مرات. اذا هنا نتكلم عن لو سومبلون، نتكلم عن الظاهر. بعد مرات نقول عن شخص بانه سومبلون يعني انه متظاهر بشيء، يعني انه يتظاهر مثلا بانه غني، او يتظاهر بانه مثلا رجل فقير الى اخره. نتكلم مثلا عن لو فيرب سومبلي يعني يظهر. il semble يعني انه يبدو، il semble يعني انه يبدو. ce me semble يعني ان هذا رايي، يبدو لي كما يظهر لي. ce me semble يعني ان هذا يظهر لي، المقصود به selon moi حسب رايي. اذا كما يظهر لي، او مثلا il me semble que يعني انني اعتقد بان، المقصود بانه يظهر لي بان، هذا الذي يظهر لي بانني اعتقده. إذا نتكلم على لوفير سومبلي أو مثلا عن سومبلون. إذا بطبيعة الحال اللي عندنا هنا في سومبلون يعني تظاهر، افعل تظاهرا إن صح التعبير، افعل تظاهرا، المقصود تظاهر بشيء. في سومبلون داتخ طون انسينيو، تظاهر كوني مدرسك، المقصود دير بحال أنا هو المدرس ديالك. في سومبلون داتخ طون انسينيو يعني تظاهر كوني مدرسك. اكسبليك موا، واشرح لي كيلكو شوز كو تي ابري اوجوردي، واشرح لي شيئا انت تعلمته اليوم. اذا في سومبلون داتر طون انسينيون، اكسبليك موا كيلكو شوز كو تي ابري اوجوردي. سي جابلي طون انسينيون كو كخوا تي كيل مو ديغي سور توا، يعني اذا انا ناديت على مدرسك كو كخوا تي. طبعا حتى نتكلم على لوغاب كخواغ يعني ظن، ماذا تعتقد، ماذا تظن. كو كخوا تي كيل مو ديغي سور توا، ماذا تظن بانه سيقول لي عنك. اذا انا ناديت مدرسك ماذا تعتقد بانه سيقول لي عنك، ماذا تظن بانه سيحكي لي عنك. اذا سي جابلي، طبعا حتى نتكلم على لوغاب ابلي، سي جابلي طون انسينيون كو كخوا تي كيل مو ديغي سور توا، بار مو دان مومون، تكلم لي لحظة. بارل مو دان مومون او تي تي سونتي بيردو، حيث انت احسست بانك فقدت. بارل مو دان مومون، بارل مو دان مومون، تكلم لي لحظة. او تي تي سونتي بيردو، حيث انت احسست بانك فقدت. طبعا الحال عندنا هنا جوج الافعال، عندنا لو فيرب سونتير اللي هو احس انك تحس بشيء، لو فيرب سونتير، وعندنا لو فيرب بيردو، بيردو يعني فقد. هنا عندنا perdu يعني انه فقد. par le mois d'un moment où tu t'es senti perdu، حيث انت احسست فقدت، حيث انك احسست بالفقدان بمعنى اخر. que tu ne comprenais pas ce qui se passait، que tu ne comprenais pas ce qui se passait، حيث انت لم تفهم ما يحدث. le verbe passer يعني مرت، يعني مضت، يعني ايضا حدث. اذا حيث انت لم تفهم ما يحدث بمعنى اخر، حيث انت لم تفهم ما يمر أو ما يمضي حولك، المقصود أنك لم تفهم ما يحدث حولك. إذا parle moi d'un moment، تكلم لي لحظة. أو tu t'es senti perdu، حيث أنت أحسست فقدت. que tu ne comprenais pas، حيث أنت لم تفهم ce qui se passait، ce qui se passait، ماذا يحدث. que tu ne comprenais pas، طبعا الحال عندنا لفظ comprendre يعني فهم. que tu ne comprenais pas ce qui se passait، مثلا ممكن أنك تسأل Est-ce que tu as aidé؟ هل أنت ساعدت صديقاً؟ aidé. Est-ce que tu as aidé un ami aujourd'hui؟ هل أنت ساعدت صديقاً اليوم؟ أو مثلاً نسأل à quoi tu jouais à la récréation؟ ماذا لعبت في الاستراحة؟ à quoi tu jouais à la récréation؟ ماذا لعبت في الاستراحة؟ ممكن أننا نسأل مثلاً raconte-moi quelque chose de gentil que tu as fait. raconte-moi quelque chose de gentil que tu as fait. يعني احكي لي شيئا من الافعال الجميله التي فعلت. نقول عن شخص بانه جونتي يعني انه ظريف، انه لطيف، انه مؤدب ان صح التعبير. اذا راكونت موا كيلكو شوز دو جونتي كو تي افي، احكي لي شيئا عن بعض افعالك الجميله التي فعلت. اذا راكونت موا كيلكو شوز دو جونتي كو تي افي. نطرح السؤال مثلا كي تو في لو بلي غير اون كلاس، كي تو في لو بلي غير اون كلاس، من الذي جعلك تضحك كثيرا في القسم؟
كي طوفي لو بليغيغ اون كلاس. طبعا هل ممكن اننا نطرح سؤال كي طوفي غيغ من الذي جعلك تضحك؟ ممكن اننا نقول مثلا كي طوفي غيغ من الذي جعلك تضحك، المقصود من الذي اضحكك. ولكن عندما نقول كي طوفي لو بليغيغ اون كلاس، يعني المقصود من الذي جعلك تضحك كثيرا، من الاكثر الذي جعلك تضحك. فالقسم كي طوفي لو بليغيغ اون كلاس، كاسكيل دي ماذا قال؟ او في pour être drôle. Qu'est-ce qu'il dit au fait pour être drôle؟ ماذا قال او فعل ليكون مسليا؟ يعني اشنو قال واشنو دار باش يكون هذا الفعل ديالو مسلي؟ اشنو عمل؟ اذا qu'est-ce qu'il dit au fait pour être drôle؟ اذا كي طوفي لو بليغيغ اون كلاس، qu'est-ce qu'il dit au fait pour être drôle؟ ممكن اننا نسال راكونت موا دي شوز، راكونت موا احكي لي دي شوز، احكي لي اشياء. Raconte-moi des choses. احكي لي أشياء. Que tu as fait. التي أنت فعلت. En te servant. طبعا الحال عندنا الغرب. Se servir. يعني استعمل. En te servant. يعني مستعملا. أنت مستعملا. En te servant. De ton crayon. مستعملا قلمك. إذن احكي لي أشياء. أنت فعلتها. مستعملا قلمك. ممكن أننا نتكلم مثلا عن رسومات إلى آخره. إذن raconte-moi quelque chose que tu as fait en te servant de ton crayon. يعني مستعملا قلمك. إذن نقول مثلا quelle question as-tu posé à ton enseignant. أي سؤال أنت طرحت على مدرسك. quelle question as-tu posé à ton enseignant. أي سؤال أنت طرحت على مدرسك. quelle question aurais-tu aimé lui poser. Quelle question aurais-tu aimé lui poser? أي سؤال تحب أنت أن تطرحه عليه؟ Quelle question aurais-tu aimé lui poser? أي سؤال أنت تحب طرحه عليه؟ Quelle question aurais-tu aimé lui poser? ثم pourquoi ne l'as-tu pas posé? لماذا أنت لم تطرحه عليه؟ Pourquoi ne l'as-tu pas posé? Tu y as manqué de temps? Le verbe manquer المقصود به أخفاق أو غاب أو أخطأ. بعد مرة تنقولو تمنك، تنقولو بأنه منك واحد النهار. المقصود كما لو نقول بأنه أخطأ يوما أو أنه غاب يوما. هنا عندنا تي مونكي دو طون، هل أنت ناقصك الوقت، هل ينقصك الوقت. إذن تي مونكي دو طون، هل أنت ينقصك الوقت لكي تطرح هذا السؤال. تي اتي جيني، هل أنت كنت محرج. نقول عن شخص بأنه جيني. إذن لماذا أنت لم تطرح سؤالك على المدرس؟ هل لأنه كان ينقصك الوقت؟ أو لأنك كنت متضايق أو مرتبك؟ إذن نقول عن شخص بأنه جيني إذا كان متضايقا مرتبكا أو أنه محرجا. يمكن أن نطرح سؤالا مثلا كيل لوندغوا كو تي بريفير بور باسي لا ريكرياسيون بوركوا. ما هو المكان كيل لوندغوا كو تي بريفير أنت تفضل. لو فيرب بريفيري يعني فضل. إذن quel est l'endroit que tu préfères؟ ما هو المكان الذي أنت تفضل pour passer la récréation؟ من أجل إمضاء الاستراحة، من أجل أن تمضي فيه الاستراحة. pourquoi؟ لماذا؟ quel est l'endroit que tu préfères pour passer la récréation؟ pourquoi؟ إذن ما هو المكان الذي تفضل من أجل قضاء الاستراحة؟ pourquoi؟ لماذا؟ إذن طبعا الحالة دي مجموعة أسئلة ممكن أننا نطرحها على الطفل. طبعا الحال من أجل اختبار مهاراته ومن أجل دعمه. إذا مكتوب القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.